بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الأربعاء الموافق 24 يناير لعام 2024. يوم الأربعاء ورشة عمل رسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية، القطاع العام القطاع الخاص، أيضا امتحانات أو آخر امتحانات نصف العام للمدارس والجامعات، حسن يوم الخميس أجازة رسمية بمناسبة العيد القومي للذكرى 72 للشرطة المصرية. انخفاض في درجات الحرارة، سرعة رياح، شبورة مائية كثيفة تشهدها البلاد في الساعات الأولى من الصباح الباكر. لذلك دائما وأبدا بنحذر السادة قائدي السيارات بعدم السير في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتحديدا من الساعة الثانية صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا لحين ارتفاع درجات الحرارة وزوال الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى مرحلة العتمة في بعض المناطق، وخاصة على الطرق المطلة على المسطحات المائية وعلى الطرق الساحلية وكذلك كورنيش النيل. منذ صباح الباكر كثافات متحركة على معظم المحاور الميادين والطرق الرئيسية، كثافات على مسطحات الأرضية، كثافات أعلى الكباري، كثافات أعلى المحاور، وده نتيجة لضخ السيارات بحجم كبيرة مع الساعات الأولى من صباح الباكر، نظرا لتوجه الموظفين إلى أعمالهم والسادة المواطنين إلى كافة المصالح الحكومية والخدمية لقضاء احتياجاتهم، بالإضافة إلى امتحانات أو آخر امتحانات نصف العام للمدارس والجامعات. المتابعة الميدانية مستمرة منذ الصباح الباكر وعلى مدار اليوم الكامل بالتنسيق مع غرف عمليات المرور بدائرة محافظات القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع الخدمات الميدانية المعنية بنفس الموقع، كل في نطاق اختصاصه لمتابعة الحالة المرورية، وخاصة في المناطق الساخنة المؤدية إلى الوزارات الخدمية ومجمع المدارس والجامعات وأيضا مناطق الأعمال. أيضا تم تعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة صحراوية وزراعية ذهابا وإيابا بمناسبة توجه السادة المواطنين عقب انتهاء العمل الرسمي اليوم إلى المحافظات الأخرى وطنهم الأصلي لقضاء أجازة عيد الشرطة ونهاية الأسبوع في المحافظات الأخرى وطنهم الأصلي مع الأهل والأصدقاء والأقارب. لذلك تم تعزيز كافة الطرق السريعة بمجموعات الدرجات البخارية وسيارات الغاز الفوضية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات لتأكد من التزام قائد السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور. نشرة مرور اليوم تتضمن موضوعين هامين جدا. الموضوع الأول وهو حادث مرور مروع حدث مساء أمس تحديدا الساعة 3:35 ظهرا، سيارة نقل سوهاج قادمة من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مطلع محور المروطية سرعة زائدة، فوجئ قائد السيارة بتباطؤ السيارات أعلى مطلع الرماية، حاول وقوف السيارة إلا أن فرامل السيارة كانت غير صالحة للاستعمال ومعطلة، مما أدى إلى الصدام بعنف بالسيارات التي اصطدمت بعضها ببعض من الخلف، مما أدى إلى سقوط سيارة جامبو تحمل أغنام من أعلى رماية اتجاه منزل الطريق الصحراوي، وسقوط سيارة ميكروباص سيارة ملاكي باقتحام سور مطلع الرماية اتجاه منزل الرماية. ناتج عن هذا التصادم إصابة قائد وتباع السيارة الجامبو المحملة بالأغنام بحمد الله دون أي وفيات. تلفيات السيارة وصلت إلى 11 سيارة تالفة. الإدارة العامة للمرور قامت بسحب تلك السيارات إلى المسطح الأرضي، وتم معالجة الطبقة الأسفلتية للمحور حتى لا يحدث أي تباطؤ لحركة سير السيارات. وبحمد الله الآن ونحن نتكلم في صباح باكر الأربعاء
الحمد لله الأمور طبيعية تماماً بموقع الحادث المروري، والطوري يسير بصورة طبيعية تماماً بالنسبة لحركة سير السيارات. لذلك دائماً وأبداً بناشد السادة قيادي السيارات التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل التحرك بالسيارة حتى لا يحدث ما يحدث عقباه. الموضوع الثاني، وهو اليوم بدء انطلاق مؤتمر أو معرض الكتاب الدولي بالتجمع الخامس بالمنارة. هذا المعرض السنوي تشترك فيه العديد من الدول العربية والأفريقية وأوروبا وآسيا وأمريكا، ثقافات متعددة. من المتوقع حضور أعداد غفيرة من المواطنين المصريين والأجانب والعرب. لذلك تم تعزيز الخدمات المضية حول أسوار المنارة، وكذلك محور الواحة ومنزل الواحة، وأيضا نفى الـ NEA وشارع 90 ومطلع 90 بهدف تسهيل الحركة المضية. أيضا الإدارة العامة للمرور قامت بتعزيز الخدمات المضية على الطريق الدائري المتجه إلى منزل 90، وكذلك اتجاه الطريق المؤدي المستحدث المؤدي إلى المنارة. خدمات مرورية مكثفة موجودة لمنع انتظار الخاطئ، لمنع الوقوف الممنوع، لمنع الوقوف في نهر الطريق، ورشاد قيادي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل بهدف تحقيق انضباط المرور في الشارع المصري وضبط إيقاع حركة سير السيارات. وأيضا حملات مرورية مكثفة ثابتة ومتحركة لضبط كافة أنواع المخالفات حتى لا تكون لها تأثير سلبي على حركة سير السيارات في الشارع المصري.